هبة اليوم يعني صلها من 20/8 معتقلي لدى سلطات الاحتلال، اليوم 42 من إضرابها المفتوح عن الطعام. تدهورت حالتها الصحية في العشر أيام الأخيرة، تم نقلها إلى المستشفى من سجن الجلمي خلال أسبوع واحد أكثر من 4 مرات. يوم الأحد الماضي تم نقلها إلى مستشفى في حيفا. الأطباء لما شافوا تدهور حالتها قرروا إبقائها لمدة أسبوع في المستشفى تحت العناية الحثيثي. سلطات الاحتلال رفضت وأخرجتها من المشفى بالقوة رغم عن قرار الأطباء وإدارة المستشفى، وعادوها إلى سجن الجلمي. المحامي زارها يوم الثلاثاء مساء بعد عودتها إلى المعتقل، أخبرنا عن تدهور شديد في حالتها الصحية، ويعني حكى لي أنه لا يمكن إلا يردوا ينقلوها مرة ثانية لأن حالتها لا تسمح بالبقاء بالسجن. فعلا يوم الأربعاء تم نقلها مرة أخرى وعادتها بنفس اليوم إلى المعتقل. زارها نائب السفير الأردني يوم الأربعاء ويعني طمنا انه ان شاء الله يعني بسعوا لعمليه نقلها الى مستشفى وانه الفرج قريب باذن الله. يوم الجمعه تم نقلها الى سجن الرملي. في هذا السجن يوجد عيادي وليس مستشفى، هي الان موجوده هناك. تم إخبارنا من قبل المحامي الأستاذ رسلان المحاجني والأستاذ خالد المحاجني أنه قاموا بزيارتها اليوم الساعة 3:30، أفادونا أنه هي الآن بعطوها المي مع الملح عن طريق الوريد ولا تأخذ أي مدعمات، حالتها في خطر. عدل منا للمساجين، عدل منا للمساجين، ما بنتركهم مسيين، ما بنتركهم مسيين. عبد الرحمن آخر أخبار وصلتني، حكى معي أول امبارح من السجن، ما في عنده لحد الآن ما في أي تحرك باتجاهه، ما في استئناف جديد للمحكمة العليا لحد الآن، الاحتلال قاضي الاحتلال ما سمح للاستئناف. وضعه الصحي مستقر مبدئيا، ممنوع لحد الآن يدخل عليه طبيب يعمل له أي فحص طبي، ولا ممنوع عنه الملابس ولا أي جهة تدخل تتواصل معه حتى محامي. عبد الرحمن من 2016 انتهى عنده المرض وتشافى، لكن بيلزمه مراجعات فورية كل 4 شهور. هاي المراجعات بس بتكون تشيك كامل عليه إنه إذا ما رجع له المرض أو لا، ولازم عناية طبية فائقة لأنه المرض عنده بمنطقة الجيوب الأنفية، منطقة الجيوب الأنفية بدها عناية صحية فائقة عشان نضمن إنه ما يرجع له شيء. كان عنده نية يخوض إضراب عن الطعام لكن وقفها شوي لأنه شوي أخذ توصية من الطبيب تبعه إنه ممنوع حاليا يفوت أي إضراب عن الطعام، لأنه التشافي بعد الإضراب عن الطعام عنده شوي صعب لأنه مناعته قليلة يعني مش زي أي شخص ثاني. فضيحة وادي عربة، فضيحة وادي عربة، فضيحة وادي عربة، مش سلام وادي عربة، مش سلام. في الفترة الماضية نجد بأن هناك حالة من استمرار في التعامل بشكل ضعيف، دبلوماسي على أقل المستويات في التعبير، ولا تظهر قرار سيادي واضح وقوي من الدولة الأردنية بأن لها سيادة ولها قدرة على الضغط على هذه الدولة.